سيد نوفل شيبان مباشرة، ربما كملاحظات عن الرفع التدريجي ورفع الكل ل 19 ولاية، كيف نقيم المرحلة الأولى من تفشي هذا الوباء في الجزائر مع الرفع التدريجي للرفع الكلي على 19 ولاية؟ سيد نوفل تفضل. سيدي صباح الخير، السلام عليكم. مرحبا. أشكركم على هذه الدعوة التي تتيح لنا الفرصة للتكلم على هذا الوباء بصفة عامة. نعم. حقيقة الوباء الآن تقريب 3 أشهر وإحنا رانا في الحجر. نعم. يعني ما يؤسف أن نقوله الآن أنه هذا الحجر لم يتبع بصفة يعني صارمة من طرف المواطنين. نعم. هذا لازم نتكلم عليها. يعني جزء يتحمله الجزء يتحمله المواطن. نعم. ونقدر نقول جزء كبير يتحمله. نعم. المواطن، لأن إذا نسمعوا بعض الناس ويتكلموا في التواصل الاجتماعي ولا نتكلموا معاهم، كان من يظن ويشك باللي الفيروس هذا موجود وهذا الوباء موجود. نعم. يعني حاجة يعني تخيف. الآن مرينا بعدة مراحل. نعم. في هذا الحجر هذا، الحجر هذا مس مع الأول بعض الولايات ومن بعد كان شامل. كنا حبينا كنقابة وتكلمنا مع المسؤولين وقلنا أنه كان يجب أن نذهب إلى حجر مدة قصيرة ويكون حجر صارم شامل كامل، لعل يكون في مدة قصيرة ونشوف من بعد ما هم المخرجات تاعها ولا ما هي كما نقولوا احنا النتائج تاعها. لكن اللجنة أصرت أنها تذهب بهذه الطريقة. احنا نقولوا أنه الآن فيه نتائج، نتائج انه اذا نشوفوا لا كورب ولا نشوفوا كيفاش الوباء كيفاش مشى وكيفاش رانا الان. الان رانا نقولوا باللي موجود دائما هذا الكونتاجيون هذه موجوده. نعم. الوباء هذا يعني الفيروس هذا مازال موجود وواضح، الحالات راهي تسجل كل يوم، لكن القوه نتاعها هذه اللي حسيناها كذلك انها نقصت، والمفعول تاع الدواء ولا المفعول تاع الاطباء ولا المراكز الصحيه ولا المصالح الصحيه قدرت انها يعني تتجاوب مع هذا الوباء. نعم. وفيه يعني كما نقولوا البارح 92 تقريبا 100 شفاء والحمد لله. الان الحجر هذا اللي تاع اللي تكلموا عليه البارح. نعم. هو حقيقه من جهه اذا نشوفوها من انونجل يعني من زاويه تاع الاقتصاد وتاع يعني الان حقيقه يجب ان نذهب الى رفع الحجر في بعض الاماكن وبعض الولايات. نعم. لكن اللي لازم نقوله الان كاخصائيين في الميدان نقوله انه اذا يكون رفع الحجر هذا ويحيون نروحوا لهم بدون شك. نعم. الى حجر يعني لوفي توتال تاع الحجر. نعم. يجب على المواطن انه ياخذ بعين الاعتبار هذا الوباء هذا الفيروس هذا التناقل تاعو لازم اكثر مسؤوليه، ياخذ روحه المسؤوليه لازم. نعم. يوقي روحه ويقول الناس اللي معاه، وكذلك يجب على الدوله أن تقوم كذلك بالواجب نتاعها. نعم. وتكون صارمة في أخذ القرار. جميل.